ضيوفنا الكرام، شرف لنا استقبالكم حضوركم، نور اين تحل. اهلا بكم في مركز المرتجز للفروسيه والذي تاسس عام 2019 ليكون اكبر مركز فروسي في المملكه العربيه السعوديه، ايضا ليكون مؤهل لاقامه البطولات الدوليه على يد الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي. شكرا للدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي لاستقباله بطولة الانتاج المحلي والتي تمثل انتاج المملكة العربية السعودية وانتاجنا نحن والسعوديين. اهلا بكم في مزاد اللوحات الفنية والفن التشكيلي لعدة من الفنانين العربيين السعوديين والعراق والكويت أيضا من هذا الفن الجميل. نبدأ معكم في أول لوحة. لوحة للفنانة نور تيبي، فنانة لورا تيبي ورقم واحد. نبدأ المزاد. من يقول 1000 ريال هذا الفن الجميل؟ فرسين صفر، وأيضا صقر معها في البر ومع الحزوم، رسمة جدا جميلة مع السحب والغيوم والسماء الزرقاء، رسمة الفنانة نورة العتيبي من السعودية. شكرا نورة على هذا الفن الجميل، ما شاء الله تبارك الله. من يقول 1000؟ من يقول 1000؟ ألف ريال، ألف ريال، أول فتحة باب للرسمة رقم واحد، وهي رسمة الفرسين والصقر مع الحزوم والسحاب. من قال 2000؟ 2000، ما شاء الله تبارك الله، 2000 ريال، سومة جديدة. 2000 ريال، هناك 1000، ما شاء الله تبارك الله، 2000 ريال هنا، 2000 ريال عند مربط الأول، 3000، ما شاء الله تبارك الله، 4000، 4000 على رسمة نورة العتيبي فرسين وصقر، ما شاء الله تبارك الله، 4000 عند مربط الأول، ما شاء الله تبارك الله، 5000، ما شاء الله تبارك الله، اسم المربط، 5000. مربط العمرية 5000، 5000. الوقت معنا ضيق، فحاسبين دقيقتين يا شباب. الرسامة خمسة آلاف، 5000. في مزايدة؟ في شيء؟ الرسمة في السوق فرسين وصقر، أحد عنده زود؟ أحد عنده سومة؟ حراج واحد، حراج اثنين، حراج ثلاثة. مبروك، ألف مبروك. المربط، مربط العامرية، ألف مبروك. اللوحة الثانية أنا الكويتية رغد الرشيدي، وهي رسمة اسمع ال
الرسمة رقم 2 رسمة مع للفرس في النفود مع الفتاة الجميلة والسماء الزرقاء للفنانة الكويتية رشيدي. 30% من قيمة المزاد لجمعية الإنسان، رايعها لجمعية الإنسان. شكرا لكم لدعمكم هذا المزاد ودعمكم لجمعية الإنسان لرعاية الأيتام. نبدأ الحراج. من قال ألف؟ من قال ألف للصورة رقم 2 أو الرسمة رقم 2؟ من قال ألف؟ نفود وفرس صفرة، نفود وفرس صفرة والسماء الزرقاء. من يقول ألف؟ من يقول ألف؟ من يقول ألف؟ من يقول ألف للرسمة رقم 2 للفنانة الكويتية رغد الرشيدي؟ ألف ريال. من يقول ألف؟ الفنانة الكويتية رغد الرشيدي. ألف ريال. ألف ريال. من يزود على ألف ريال؟ ألف ريال. الحين حنا في ألف ريال، معنا دقيقة الآن وننهي المزاد على هذه الرسمة الجميلة. ألف ريال. من يزود عن ألف ريال؟ 2000 ريال. 2000 ريال. عند أي مربط؟ 2000 ريال عند مربط صارم. 2000 ريال. من قال 3000؟ 3000 عند مين؟ 3000. 2000. 2000 ريال. من يزود عن 2000؟ للمعلومية ريع الرسمة 30% رايحة إلى جمعية إنسان. شكرا للجميع. 2005 مربط الشعلان. 2005 مربط الشعلان. 2005. أحد عنده زوج؟ أحد عنده سومة؟ حراج واحد. 2005 حراج اثنين. 2005 حراج ثلاثة. خلاص لسه ما دخلت السوق، لسه تونا ما بعد دخلت السوق. 3000 عند مربط صارم. 3000 عند مربط صارم. 30 دقيقة ونحول على الصورة الثانية. 3000 عند مربط صارم. مربط صارم اللي تعلم انه ريع 30%. اللوحة في السوق 3500 عند مربط الشعلان. 3500 عند مربط الشعلان. اللوحة في السوق. حراج واحد. حراج اثنين. حراج ثلاثة. ألف مبروك المربط الشعلان. الرسمة رقم 3 للفنانة السعودية مها العسكر. رسمة خيلين ملونة بشكل جدا جميل، الألوان جد جميلة، زرقاء واللون البنفسجي أو اللون الأبيض أيضا. من يقول ألف ريال على اللوحة؟ على اللوحة رقم 3. شوفوها في الصورة هناك. ألف ريال. من يقول ألف ريال؟ ألف ريال عن مربط سما نجد. مربط النوب. 1000 ريال. عذرا النوب. مربط النوب. 2000 مربط الخوالد. 2000 مربط الخوالد. 3000 مربط النوب. 3000 مربط النوب. ثلاثة آلاف مربط النوب. فرسين زرقاء، الأولى لابسة رشمة جمال والثانية لابسة رشمة جلدية جميلة، اللون ماشي مع لون النجوم. 4000 المربط. 5000. 5000 المربط صارم. مربط العامرية 5000.
6000 مربط النوف. ما شاء الله تبارك الله. باقي 50 دقيقة ونحول على الفرس على الرسمة الثانية اللي بعدها. 5000 عند مربط النوف. 5000 عند مربط النوف. 5000. ستة مربط النوف. ستة مربط النوف. حراج واحد. حراج اثنين. حراج ثلاثة. ألف مبروك المربط النوف. 6000. الرسمة رقم أربعة. الرسمة الرقم أربعة لأحمد مخلف العراق. أحمد مخلف من العراق. من يقول 1000 ريال؟ من يقول 1000 ريال؟ رقم أربعة. مشاركة من العراق. مربط الشعلان 1000 ريال. من يقول 2000؟ مربط الشعلان يقول ريال. 2000 ريال مربط نسمة. 2000 ريال مربط نسمة. ما شاء الله. ألفين ريال مربط نسمة. من يقول 3؟ يا أخي 3000 ريال. 3000 ريال هنا عند مربط أستاذ غانم. 3000 ريال. من قال 4؟ من قال 4000 ريال؟ 4000 ريال مربط النوف. 5000 مربط العامرية. 5000 مربط العامرية. 6000 مربط النوف. 6000 مربط النوف. 6000 مربط النوف. 7000 مربط العامرية. 8000 مربط النوف. 8000 مربط النوف. ما شاء الله تبارك الله على الأستاذ أحمد مخلف من العراق. يستاهل. 8000 مربط النوف. 8000. 9000 مربط العامرية. مربط العامرية. 9000 مربط العامرية. 10000 مربط النوف. ما شاء الله تبارك الله. حلو. اللوحة في السوق. أحد عشر ألف العامرية. اللوحة في السوق. حراج واحد. حراج اثنين. حراج ثلاثة. ألف مبروك مربط العامرية. اللوحة الآن معنا. رقم خمسة للفنان أيضا العراقي أحمد مخلف. عبارة عن عن فرس وخيالها يقلص له فرس في الصحراء العربية. اللي واضح عندي ان رسم الرمث عنده ممتاز. ما شاء الله تبارك الله. من يقول 1000 ريال؟ من يقول 1000 ريال؟ 1000 ريال مربط السلام. 2000 نوف. 4000 نوف. 5000 مضرب 30. السلام مربط السلام. 5000. 8000 مربط النوف. مربط العريب. 9000. 9000 مضرب 30. 10000 مربط العريب. 11000 مضرب 30. 15000 مربط العريب. 16000 مربط 30. 17000 مربط العريب. 18000 مربط مضرب 30. مربط السلام.
19,000 القريب، 20 السلام، 20 السلام، حراج 2، حراج 3، والمبروك، ألف مبروك المربط السلام، يستاهلون. لوحة رقم 6 للفنان مربط السلام من الكويت، ألف مبروك اقتناء هذه اللوحة. مها العسكر لوحة رقم 6 سعودية، حراج 1، على من يقول ألف، من يقول ألف الرسم الفنانة مها العسكر من السعودية رقم 6. طلعها في الصورة رقم 6، انزل شوي بعد، انزل شوي بعد، رقم 6، رقم 6 للفنانة مها العسكر من السعودية. من يقول 1000 ريال؟ من يقول 1000 ريال؟ 1000 ريال، 1000 ريال مربط نسمة. من يقول 2000؟ 2000 ريال. من يقول 2000 ريال؟ اللوحة زرقاء وشكلها جدا جميل. من يقول 2000 ريال؟ 1000 ريال مربط نسمة. 2000 ريال عند مين؟ 1000 ريال حراج 1، 1000 ريال حراج 2، 1000 ريال حراج 3، برا السوق. اللي بعدها رقم 7 للفنانة الكويتية رغد الرشيدي، ما شاء الله تبارك الله، رغد الرشيدي من الكويت، ما شاء الله تبارك الله، عبارة عن فرس صفراء جميلة بخلفية، فرس صفراء جميلة بخلفية صفراء، الفرس ما شاء الله تبارك الله. من قال 1؟ من قال 1000؟ 1000 ريال عند مربط الأول. 1000 ريال. من قال 1000؟ 1005 عند مربط الجعلان. 1005 عند مربط الشعلان. من قال 2000؟ 5000؟ 5000 عند مربط الأول، ما شاء الله تبارك الله. من قال 6000؟ من قال 6000؟ أقول من قال 6؟ وصلت 5000. من قال 6؟ حراج، حراج 1، حراج 2، الرسورة في السوق، حراج 1، حراج 2، حراج 3. ألف مبروك المربط الأول، مربط الأول، ألف مبروك. الرسمة رقم 8 للأستاذ الفنانة نورة التيبي من السعودية، فرس عند باب سدو سعودي جميل جدا جميل. من يقول 1000 ريال؟ 2000 مربط نسمة، 3000 مربط العامرية، 4000 مربط صارم، 4000 مربط صارم، 4000 مربط صارم، 5000 مربط نسمة. من قال 6000؟ 6000 مربط العامرية. من قال 7000؟ رسمة جدا جميلة، جدا جميلة صراحة، ما شاء الله تبارك الله. الفرس مرشوشة لكن مو باين الرشة عليها بسبة الـ HD. من كم؟ كم؟ ستة آلاف العامرية، ستة آلاف العامرية. من يقول 7؟ من يقول 7؟ الفرس المرشوشة قدام الباب، حراج 1، الفرس نشوف السوق، سوق مربط، حراج 1، 6000، حراج 2، 6000 عند العامرية، حراج 3 سوق، ألف مبروك المربط العامرية. والآن اللوحة رقم 9 للفنانة الكويتية رغد الرشيدي. من قال 1000 ريال؟ 1000 ريال مربط الفدة، 1000 ريال مربط الفدة. من
1005 مربط الشعلان، 1005 مربط الشعلان للرسامة الكويتية رغد الرشيدي. من قال 2000؟ من قال 2000؟ حراج واحد 2000. الفرس ميه في السوق للحين. حراج 2 اللوحة عفوا. 2000 عند مربط العريب. 2000 عند مربط النوف. حراج واحد. 2005 عند الإعلان. زد 500. 3000 عند العريب. النوف. 3000 عند النوف. واحد. اللوحة في السوق. حراج واحد. 3500 عند مربط الشعلان. 4000 عند مربط النوف. 4000 عند مربط النوف. 4000 عند مربط النوف. حراج واحد. حراج 2. حراج 3000 مبروك مربط النوف. اللوحة 10 للفنانة مها العسكر من السعودية. ما شاء الله تبارك الله. فرس والمآذن والألوان ما شاء الله تبارك الله. والخلفية البيضة. من قال 1000؟ من قال 1000؟ من قال 1000؟ حط الصورة للأستاذة الفنانة مها العسكر من السعودية. 1000 ريال عند مضرب رقم 5 عند مربط العهد. 1000 ريال. من قال 2000؟ من قال 2000؟ 2000 عند الأستاذ غانم. من قال 3؟ 3. 5000 عند الأستاذ نايف. 6000 عند مربط السلام من الكويت. 7000 عند نايف. 8000 عند مربط العهد. 10000 عند نايف. 15 عند نايف. 16 عند مربط السلام من الكويت. 20 عند نايف أبو حمدان. 20 عند نايف. يلا قو قلبك في السوق. حراج واحد 20000. حراج 2 20000. حراج 3 20000. المبروك أبو حمدان. شكرا للجميع. شكرا. شكرا. مع السلامة. شكرا للفنانين. شكرا للفنانين التشكيليين على دعم الجمعية. الأستاذة نورة العتيبي من السعودية والأستاذة وشكرا للجميع والأستاذ أحمد مخلف من العراق والأستاذة مها العسكر من السعودية أيضا. شكرا للجميع. شكرا لحضوركم. شكرا لهذه اللفتة الجميلة. في أمان الله. آخر مرة.